السلام عليكم، تحية طيبة أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. ما الذي يقوم به الكيان الصهيوني لتمزيق مدينة الخليل منذ 25 عاما؟ متى بدأ الاستيطان الصهيوني في المدينة؟ وما الواقع الذي خلفه جدار الفصل العنصري؟ كيف يحاول الاحتلال الصهيوني إحداث التفوق الديمغرافي لصالحه؟ وفي زهرة المدائن سمارت آرت حين تؤسس المقدسية عملاً فتنجح وتبدع، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين مبعدو مرج الزهور عام 92 و900 وألف. فإلى هناك البلد الأصمر عاجنهم بدمع العين عليهم زيت مع زعتر من متصادروا يا زين على الحاجز من العسكر لارجع واشعل الطابون واخبز حتى تيجيني بنتك كبرت وانت سجين جوزناها من مدة صاحت يا بعرس حزين وانت غايب مش عندي لكن ما يهمك لسنين تمضي وتزول الشدة واحكي لاجلك يا فلسطين لو غيب عمري وسنيني. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. نظرا إلى خصوصية مدينة الخليل، لم يكتف الصهاينة ببناء المستوطنات داخل المدينة وتغيير معالمها العربية، بل أحاطوا المدينة بمستوطنات تحاصرها من جميع الجهات، وكذلك حاصروا كل قرية من قراها بالمستوطنات أيضا، مما حد من تطور المدينة وكذلك القرية العربية، بينما تتطور المستوطنات على حساب أراضي محافظة الخليل في عملية تهويد تهدف إلى عزل المدينة عن قراها حتى تضمحل، وإلى عزل القرية عن الأخرى إلى أن تتلاشى وتبقى المستوطنات هي القائمة تكبر وتكبر. غير أن أهالي الخليل كما يعرفون لم يستسلموا لهذا الواقع، بل قاوموا كل عمليات التهويد والاستيطان وجعلوا أرض الخليل تلتهب تحت أقدام المستوطنين والمحتلين وجنود الاحتلال، مقدمين الشهداء والأسرى تعبيرا عن رفض الاستيطان اليهودي العنصري في محافظتهم بل في فلسطين كلها، مستخدمين كافة وسائل المقاومة، مقاومة الاستيطان بدءا من الحجر الذي يهوي على رأس المستوطن والجند الصهيوني، مرورا بزجاجات المولوتوف الحارقة والعمليات الفدائية إلى آخره من وسائل المقاومة، ليؤكدوا كل يوم بأنه لا لاتفاقية الخليل، لا لتقسيم مدينة الخليل. في هذه الحلقة نتحدث عن موضوع غاية في الأهمية، ما الذي يفعله الكيان الصهيوني لتمزيق هذه المدينة، مع ضيوفنا في الأستوديو. معنا الدكتور عبد اللطيف أبو سدة، المحامي والباحث المتخصص بشؤون الجدار والاستيطان. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا. ومن الخليل ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ جمال العملة، مدير مركز أبحاث الأراضي. مرحبا بك معنا أستاذ جمال. مرحبا بكم ومساء الخير للجميع. حياكم الله.
لاحقا سينضم إلينا أيضا الأستاذ هاني أبو السباع الباحث في الشؤون الصهيونية، ولكن دعونا نبدأ بمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش بحول الله. لم تغب مدينة الخليل عن مخططة التهويد الصهيونية منذ أكثر من 25 عاما، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني عملية تمزيق المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مع المصادقة على مخطط بناء لمستوطنة جديدة بمنطقة مجمع السوق الجملة في قلب المدينة بقرار من وزير الحرب الصهيوني نفتالي بنات بعد مناقشات واسعة مع جهاز الاستخبارات الداخلي الشباك وأجهزة أخرى ببدء عمليات التخطيط للمستوطنة الجديدة في قلب الخليل عبر جهاز البلدية التابع للاحتلال، ويهدف المشروع إلى زيادة عدد السكان اليهود في المدينة. الآن مدينة القدس محاطة بأحزمة من المستوطنات ويسيطروا تماما على مدينة القدس. هم الآن يريدوا أن يخرجوا الفلسطيني من مدينة الخليل ويسيطروا على مدينة الخليل تماما ويبنوا الكنس في مدينة الخليل، ولذلك هم كانوا حريصين. لو تتبعنا نحن جيدا كل المعاهدات والاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني ستجد أن مدينة الخليل تشغل حيزا في هذه الاتفاقيات دائما. أصحاب الأرض البالغ عددهم 200,000 نسمة يعانون الأمرين جراء التضييقات والإجراءات العسكرية لصالح المستوطنين على قلتهم، حيث يقع سوق الجملة في المكان المفترض للمستوطنة الجديدة بمنطقة شارع الشهداء بالمدينة وأحد الشوارع الحيوية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لكن الاحتلال أغلقه بعد مجزرة الحرم عام 94 وألحق خسائر فادحة بتجاره الذين أجبروا على إقفال محالهم لعدم قدرتهم على الوصول إليها جراء التضييق العسكري الصهيوني عليهم، تمهيدا لهدم مباني السوق في إطار خطط بناء للمستوطنة في الحي اليهودي الجديد في قلب الخليل التي أفرد لها اتفاق خاص ضمن اتفاقية أوسلو لتقسيم المدينة إلى جزئين، الأول منطقة H1 بصلاحيات إدارية وأمنية للسلطة الفلسطينية، والثانية H2 التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال أمنيا وإداريا وتشمل البلدة القديمة ولا يوجد ارتباط للسلطة فيها سوى الصلاحية المدنية المتعلقة بالفلسطينيين. وقت أي مشروع يخطط له الاحتلال ضد المسجد الإبراهيمي، وهي خطوات يجب أن تزيد في الفترة الحالية عبر التحركات الجماهيرية من كافة أرجاء الضفة الغربية، لأنهم يمسون مركزا يعتبر قلب الضفة الغربية حتى الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى أيضا. 70 مستوطنا يقطنون في محيط 800 درهم، ويقيم 7,000 فلسطيني في مساحة ضيقة من المنطقة الملاصقة للحرم الإبراهيمي. ووفقا لتوقعات مؤسسات حقوقية، فإن عدد السكان اليهود في المدينة سيتضاعف بشكل كبير في حين انتهت أعمال بناء الحي اليهودي الجديد في قلب الخليل، مما يهدد بزيادة معاناة الفلسطينيين وزيادة محاولات طردهم منها وفرض عدد من القيود الصارمة على تحركاتهم داخل الخليل، وأبرزها فتح مسار غير ممهد ومحاط بالأسلاك الشائكة والحواجز خاص بمرور الفلسطينيين، ومنعهم من الاقتراب من البيوت التي يقطنها اليهود في الخليل، مرورا بإطلاق يد المستوطنين بالاعتداء على سكان الخليل واكتفاء جنود الاحتلال بالوقوف متفرجين لا أكثر. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. معنا في هذه الحلقة في الأستوديو ضيفنا الدكتور عبد اللطيف سدة، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى، وكذلك عبر سكايب من الخليل نرحب بالأستاذ جمال العملة مدير مركز أبحاث الأراضي، أهلا بك معنا أستاذ جمال. واسمح لي أن أبدأ مع ضيفي في الأستوديو، لماذا مدينة الخليل؟ ما الذي تشكله هذه المدينة في الوعي الصهيوني حتى تحاصر بهذه الطريقة وتقضم قطعة قطعة وصولا إلى حالة تمزيق حقيقية تعيشها المدينة كما سنتعرف بعد قليل؟ لكن في البداية، لماذا يتعامل الاحتلال مع المدينة بهذه الوحشية الشرسة وعلى مدار 25 عام وليس فقط فترة قصيرة؟ نعم، يعني بداية لابد من التأكيد أن مدينة الخليل هي من أكبر المدن الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة. مدينة الخليل هي في أقصى جنوب الضفة الغربية، مساحة تصل مساحة محافظة الخليل إلى نحو 45 كيلومتر مربع، فهي بذلك الأكبر مساحة، ومن ناحية السكان وهي بذلك أكبر مدينة فلسطينية من ناحية الكثافة السكانية في الضفة الغربية بواقع يصل إلى 300,000 نسمة. من ناحية النظرة الإسرائيلية الصهيونية إلى مدينة الخليل، هدفهم من الاستيطان بها هو من بابين:
الباب الأول هو من ناحية أنهم يعتقدون بوجود آثار دينية تصل بشكل أو بآخر للمستوطنين اليهود من خلال وجود الحرم الإبراهيمي والمقام سيدنا الخليل الإبراهيم بالخليل، وهم بذلك ومنذ اللحظة الأولى لاحتلال الضفة الغربية عام 67 بدأ الاستيطان في مدينة الخليل منذ تلك اللحظة. وبداية الاستيطان في الحقيقة بدأ من داخل الحرم الإبراهيمي، حيث تمت مصادرة مفاتيح الحرم الإبراهيمي ورفعت الأعلام الصهيونية فوق مصلى الحرم الإبراهيمي. كذلك ما فيما بعد سيطروا على عدة مباني ملاصقة للحرم الإبراهيمي عرفت فيما بعد بعمارة بيت هداسة أو الدبوية، وهي أول بؤرة استيطانية أقيمت في مدينة الخليل عام 67 في نفس العام الذي احتلت فيه الضفة الغربية. بالتالي فإن النظرة الصهيونية للاستيطان في الخليل ينبني عليه يعني على أرض الواقع العمل على عزل أكبر مدينة فلسطينية مساحة وسكانا، وكذلك هو الامتداد السكاني الصهيوني في جنوب الضفة الغربية التي كانت تخلو من وجود أي صهيوني فيها وأي مستوطن فيها. نعم. ولا يخفى علينا كذلك وجود العديد من الأراضي الزراعية الخصبة في مدينة الخليل، وكذلك مقالع الحجارة التي سوف يأتي ذكرها إن شاء الله بالتفصيل خلال هذه الحلقة. بالتالي نحن نتحدث اليوم عن بعد استعماري، بعد استيطاني للاستيطان الإسرائيلي في محافظة الخليل. اليوم يوجد في محافظة الخليل 5 مقالع للحجارة أنشأها الصهاينة منذ عشرات السنوات، تعتبر هي الأكبر على مساحة ومجال كامل فلسطين المحتلة. يعني أحجار من أين هو؟ الأحجار المستعملة للبناء. نعم. يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى قلعها والحصول عليها من جبال عدة استولى عليها في محافظة الخليل، تقدر مساحتها بما يزيد عن 20,000 دنم. الآن الاحتلال الصهيوني يسعى إلى بناء كامل وحداته الاستيطانية وحتى البناء الموجود في داخل فلسطين المحتلة عام 48 بالاعتماد على هذه المقالع الفلسطينية. بالتالي هي عملية لسرقة الأرض الفلسطينية، كما يسعى إلى استعمار ما يوجد في خيرات هذه الأرض والثروات الموجودة فيها. نعم. اسمح لي أنتقل للأستاذ جمال معنا عبر سكايب من الخليل، ولكن قبل ذلك أرحب بضيفي الأستاذ هاني أبو سباع الباحث في الشؤون الصهيونية أيضا من الخليل عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا أستاذ هاني. أهلا وسهلا فيك. اسمح لي أن أبدأ بالسؤال للأستاذ جمال، يعني وحضرتك طبعا مدير مركز أبحاث الأراضي، ونحن نتكلم عن الأرض، والأرض هي مدار الصراع الفلسطيني العربي الإسلامي من ناحية، والصراع الصهيوني الذي كما قلنا في المقدمة بدأ بتمزيق الخليل وقضم الأرض شيئا فشيئا حتى أصبحت هذه المدينة بمعنى الكلمة مدينة ممزقة للأسف الشديد. كيف تعامل الاحتلال مع موضوع الأرض من خلال الاستيطان، وكيف سيطر على هذه المدينة بهذا الشكل؟ بداية لابد من التذكير بأن هذا الاستعمار الاستيطاني من خلال الحركة الصهيونية يهدف إلى انتزاع الأرض الفلسطينية وطرد الفلسطينيين منها وسلب أرضهم وممتلكاتهم واستبدالهم بمهاجرين يهود. هم يدعون أنهم يهود وفي الحقيقة هم من الحركة الصهيونية ولا يمتون لليهودية بصلة. نحن نعلم جيدا أن مدينة الخليل ومحافظة الخليل، وتحدث ضيفك عن المدينة والمحافظة أكبر من ذلك بكثير، فمساحة محافظة الخليل التي تشمل 165 تجمع بلدي وقروي فلسطيني محيط بمدينة الخليل. مدينة الخليل ليست فقط مجرد مدينة، هي عاصمة لمحافظة ضخمة تبلغ مساحتها 35% من مساحة الضفة الغربية وحوالي 1067 كيلومتر مربع. نعم. وعدد سكانها حوالي 720,000 نسمة كمحافظة. نقول أن هذا الاستعمار وهذا الاستيطان الصهيوني دعا وتغلف بخلاف يدعي أنه ديني، بقصد أن سيدنا إبراهيم الخليل الذي كان موجودا بالخليل تاريخيا كضيف جاء من العراق ومكث بالخليل برهة من الزمن، وله مقام هو وستنا سارة وستنا رفقة وإسحاق إلى آخره في الحرم الإبراهيمي. لكن
هذا الادعاء لا يعني أن هذه الأرض وهذه المدينة أصبحت لهم. فنحن نعلم جميعنا علاقة سيدنا إبراهيم بكافة الأديان بما فيها الدين الإسلامي، هذا موضوع آخر، لأن هذا الاستعمار هو ليس يدعي الدين التدين في الموضوع، ولكن حقيقته هو استعمار حقيقي يستهدف سلب الأرض من أصحابها لزرع هذا الكيان الصهيوني في قلب العالم العربي من أجل تفتيت العالم العربي والحفاظ عليه ممزقا كما نرى اليوم منذ أن انهارت الخلافة الإسلامية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وهذا مخطط استعماري معروف، والحركة الصهيونية كانت أداة الاستعمار لهذا الغرض الاستعماري الخطير على المنطقة وعلى الأمة. نقول أن الكيان الصهيوني منذ احتلال عام 67 بعد أسبوع فقط كان بدايات تحت حجة أنهم سائحون بدايات الاستيطان اليهودي التي استقرت وأنشأوا في مدينة الخليل ومحافظة الخليل 42 مستعمرة، ثم أنشأوا 36 بؤرة. والفرق ما بين المستعمرة والبؤرة، المستعمرة هي التي يكون قد عملوا لها مخططات هيكلية وأخذت تراخيص من إدارة الاحتلال للبناء، أما البؤر وعددها 36 فهي التي قام بها المستعمرون أنفسهم حتى بدون الرجوع إلى القوانين الجائرة الاحتلالية. كيف استطاعوا أن يحصلوا على هذه الأرض؟ أولا هم خبراء في تزوير الأراضي وفي انتزاع ملكيتها. استخدموا ثغرات القانون العثماني وثغرات وليس ثغرات وإنما الانتداب البريطاني الاستعمار البريطاني أوجد لهم أرضية من أجل مصادرة الأرض، فقد استبدل مكان السلطان العثماني الحكومة السائدة وهي حكومة الانتداب ومن ثم الآن حكومة الاحتلال. تقوم بمصادرة الأرض التي غير مسجلة بأسماء أصحابها وهي مسجلة كأنها أراضي أميرية ملك للسلطان، فهذا هي الحجة الأساسية في مصادرة هذه الأرض. ثم أن مدينة الخليل بالذات والبلدة القديمة منها، وهنا أريد أن أركز على هذه النقطة، كان يوجد بها يهود فلسطينيون منذ قبل عام 29. نعم، منذ عام المذبحة، المذبحة التي هي فتنة خلقها الاستعمار البريطاني، ولكن أحفاد وأبناء اليهود الذين خرجوا من الخليل والذين لهم بعض الأملاك في البلدة القديمة في الخليل أصدروا بيانا منذ أكثر من 15 عام أو 20 عام، قالوا أننا لا نسمح للغرباء الصهيونيون أن يستخدموا مساكننا، هذه المساكن لنا ولجيراننا أهلنا المسلمون، وهذا شيء معلن ومعروف. أرجو وصلت الفكرة أستاذ جمال، أرجو أن تبقى معي للحديث بقية معك إن شاء الله، ولكن أرحب مرة أخرى بالأستاذ هاني وأتساءل معك أستاذ هاني، هذه العقلية الصهيونية التي تعاملت بالاستيطان كواحدة من أخطر الأدوات في المشروع الصهيوني والتي تعكس فكرا صهيونيا إحلاليا تجاه الشعب الفلسطيني، ما تفضل به ضيوفي كلام غاية في الأهمية كنوع من التوطئة للحديث عن الإجراءات الواقعية على أرض الواقع. يعني لماذا الخليل؟ أجبنا عن هذا السؤال، ولكن ماذا فعل في الخليل الاحتلال خلال السنوات الماضية؟ لم أسمع السؤال جيدا، ولكن الحديث حول استهداف مدينة الخليل من قبل الاحتلال. نعم، وأصبحت هذه المدينة عنوانا رئيسي تتعلق بالانتخابات الإسرائيلية. لاحظنا في الآونة الأخيرة أن المستوطنين قاموا بعدة حملات من أجل شراء عقارات في الآونة الأخيرة، حملات من ضمنها اشتري عقارا خلال 48 عقار. هذه الحملات تم الترويج لها التواصل الاجتماعي وضمن إذاعات المستوطنين. لاحظنا أن الأمر انتقل من المستوطنين إلى المستوى السياسي الإسرائيلي الذي صرح بأننا سنكثف البناء في الخليل، الخليل أرض الآباء والأجداد. وآخر بوست كان موجود ضمن عناوين المستوطنين أننا في الخليل
كنا وما زلنا وسنبقى في الخليل، ولا نتحرك من هذا الشعار كان مرفوعا بين محادثات السلام مع في مدريد، كان الحديث عن لن ننسحب من الجولان والآن لن ننسحب من الخليل. فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، لاحظنا أن نتنياهو والليكود واليمين بشكل عام يركز على الخليل، فزيارة نتنياهو الأخيرة إلى الخليل وبعض أعضاء الكنيسة إلى مدينة الخليل جاءت في إطار الدعم السياسي للمستوطنين. أن هناك تصريحات بأن وزير الحرب دور ليبرمان قد وافق على البناء في السوق، واليوم المستوطنين يقولون بأننا سمعنا أقوالا ولم نسمع أفعالا. في الآونة الأخيرة تم يعني استجلاب 1000 مستوطن إلى مدينة الخليل وأقاموا الطقوس وفي منطقة تل إرميدا. هذه المنطقة هذا العدد لم يحق به منذ أن يعني تم احتلال مدينة الخليل إلى اليوم. هذا الحشد السياسي وهذا الحراس على الأرض يدلل بأن الخليل هي المرحلة القادمة، بحيث أنهم ينظرون إليها بأن الخليل مقدسة ما يزعمون. وأيضا هناك غياب للرد للموقف الرسمي الفلسطيني بأن الخليل هذه التي تم سنأتي إلى الموقف الرسمي الفلسطيني سنوات. وحتى الموقف الشعبي، يعني إحنا يعني شعبيا ومجتمعيا هناك مشاكل كثيرة، لكن قبل ذلك اسمح لي أعود لضيفي في الأستوديو ولعل الصوت يكون أفضل من هذا، يعني كما هو واضح صوتي في تقطيع بشكل واضح. دكتور عبد اللطيف، ماذا فعل الاستيطان بالمدينة؟ يعني كيف أصبحت أحوالها وكيف استطاع فعلا أن يمزقها إلى شرائح كما ورد في الحديث؟ نعم، يعني الآن نحن وفق آخر الإحصائيات المتوفرة لدينا في نهاية عام 2019 الحديث يدور عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 38% من المساحة الكلية لمدينة الخليل، 38% من مساحة محافظة الخليل مدينة وضواحي بما فيها قرى محافظة الخليل باتت الآن مسيطر عليها لصالح المشروع الاستيطاني الصهيوني. هذه المساحة قسمت في أكثر من ليست جانب. مساحة هذه المساحة التي تفضلت بها ليست مساحة مستقلة يعني في جانب من الخليل، إنما داخل الخليل. نعم. داخل المحافظة بشكل نعم. هي تتوزع ما بين أحياء استيطانية وبؤر استيطانية أقامها الاحتلال الصهيوني داخل وفي قلب مدينة الخليل، اليوم ما بات يعرف في منطقة الحرم الإبراهيمي وشارع الشهداء، هناك عشرات البؤر الاستيطانية والمنازل التي بات يسيطر عليها المستوطنون الصهاينة. خارج مدينة الخليل عشرات المستوطنات، الآن نحن نتحدث عن وجود 21 مستوطنة صهيونية إضافة إلى 19 بؤرة استيطانية أيضا غير مشرعة وغير معترف بها حتى الآن. تضم هذه المستوطنات الآن ما يعني بما يقدر بنحو 30,000 مستوطن صهيوني في عدة مستوطنات، أهمها مستوطنة كريات أربعة وغوش عصيون. الآن الحديث يدور عن 10,000 دنم من مساحة الكلية لمساحة الخليل باتت عبارة عن محاجر وكسارات لسرقة الحجارة الفلسطينية. الحديث الآن عن 13,000 كيلو متر مربع بات ما يعرف بالجدار الاستيطاني العازل سيطر عليها. الحديث يدور عن نحو 20,000 دنم سيطر عليها الطرق الالتفافية التي باتت تقسم محافظة الخليل إلى ما يشبه بالكنتونات المقسمة المتباثرة يمينا وشمالا، كل ذلك لعزل محافظة الخليل مدينة وضواحٍ عن كامل الضفة الغربية المحتلة. الآن يعني بكل سهولة هناك 21 حاجز ونقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية تتوزع في شتى أنحاء محافظة الخليل. يعني داخل المحافظة حتى ينتقل الفلسطيني من مكان إلى مكان يحتاج أن يجتاز هذه الحواجز. هي ليس بالضرورة أن يجتازها جميعها، وإنما في بعض تنقلك من مكان إلى آخر طبعاً. بشكل إجباري يجب أن تمر عن نقاط التفتيش وعن الحواجز العسكرية الإسرائيلية. من باب آخر أنت إذا أردت أن تغادر محافظة الخليل سعياً إلى توجهك إلى مثلاً محافظات وسط الضفة الغربية وشمال الضفة الغربية يجب أن تمر عن حاجز عسكري إسرائيلي، فإن كان هذا الحاجز مغلقاً فلا يمكنك بشكل أو بآخر أن تغادر. يعني الدخول والخروج من الخليل ليس بالأمر السهل ومرتبط بفتح الحواجز من عدمها. يعني. هي كذلك. فإن أغلقت هذه الحواجز بات أهل الخليل ما يقارب 700,000
فلسطيني داخل عبارة عن سجن كبير يتحكم به جندي صهيوني ومستوطن إسرائيلي، بات اليوم يسيطر على أراضي محافظة الخليل أكثر مما هو لأهل الخليل من أن يسيطروا على أرضهم ومقدراتهم. نعم. الآن في الخليل هناك عملية شرسة من الاحتلال الصهيوني، وهي التضييق على السكان الفلسطينيين في موارد رزقهم. اليوم العدد الموجود هو إغلاق ما يقارب من 1829 محل تجاري في مدينة خليل مغلقة بشكل كامل، 520 منها مغلقة بأوامر عسكرية، أغلبها موجودة في شارع الشهداء، هذا الشارع الذي سيطر عليه الصهاينة المستوطنون، أقاموا فيه بيوتا عشوائية يسكنون فيها. كذلك سعى الاحتلال إلى وضع فيها العديد من الحواجز العسكرية، ومنع الفلسطينيين والتجار الفلسطينيين من أهلنا في الخليل من فتح أبواب رزقهم، من دكاكينهم. نعم. أماكنهم مراكزهم التجارية باتت مغلقة. هذا الحال نحن نتحدث عن عشرات السنين كانت مغلقة ولا تزال حتى يومنا هذا. نعم. بالتالي محافظة الخليل اليوم تعاني من الاستيطان، تعاني من الطرق الالتفافية. كذلك اليوم يوجد في ما يقارب من 7000 دنم باتت مغلقة تحت ما يسمى وتحت شعار محميات طبيعية. محميات طبيعية مغلقة على صاحب الأرض، على الفلسطيني، مفتوحة للتصرف كما يشاء المستوطن الصهيوني الدخيل الذي جاء من أقاصي الأرض لكي يسكن في فلسطين. نعم. أشكرك دكتور. أستاذ جمال، يعني هذه الموضوعات تدفعني لطرح السؤال، ما الهدف أو ما الأهداف الصهيونية من وراء ذلك؟ يعني حواجز عسكرية، طرق التفافية، جدار فصل عنصري، استيطان، بؤر استيطانية داخل المدينة وفي محيط المدينة، قطع المدينة عن 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 يعني التواصل الجغرافي الحقيقي مع الضفة، مع محافظات الضفة في الوسط وفي الشمال وفي كل مكان. هل يمكن وهل يعقل بالفعل أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك إلى تفريغ المدينة من سكانها، إلى تهجير المدينة من سكانها؟ هل هذا الهدف ما يزال قائما في الفكر الصهيوني؟ طيب، هذا السؤال أحيله بسبب عدم وجود سكايب معنا، أحيل هذا السؤال الأستاذ هاني. لو تكرمت أستاذ هاني، هل بالفعل يستطيع الاحتلال أن يحقق ذلك؟ الهجمة الاستيطانية والاستعمارية في الخليل كبيرة جدا وشرسة، وجهود أفراد لا يمكن الوقوف يعني أمام هذه وجه الهجمة، إلا أن كثيرة أن الاحتلال قام بسياسة ممنهجة خلال الفترة الأخيرة، قام بطرد قوات التواجد الدولي من الخليل وأخرجهم من الخليل بحجة أنهم يقومون بكتابة تقارير من وجهة نظر فلسطين واحدة كما زعم نتنياهو في أكثر من مناسبة، محاولات شراء والاطلاع على مساكن أهليها يعني هي مساكن، قابل المستوطنون بالاعتداء على سكانها فخرجوا يعني أمام هذه الهجمة المسعورة وبحماية الجيش. ما يلجأ الاحتلال إلى الاستطاعة هاي حتى أن المستوطنين الآن أخذوا دعما سياسيا من الحكومة الإسرائيلية هو في الرسمي الفلسطيني، وأيضا الموقف العربي عربية يعني غارقة في مشاكل داخلية، وأيضا فتحت أبوابها إلى الاحتلال دون اتفاقيات سلام. كان العرب يقولون لا تطبيع مع الاحتلال إلا بعد التوقيع على معاهدات سلام مع الفلسطينيين، ولا العرب لاحظنا أن العواصم العربية تفتح للاحتلال دون يعني تطبيع مع دون الاحتلال. نعم. الآن هذه فرصة ذهبية للاستيلاء على الشعب العربي الفلسطيني والشعوب العربية أيضا والمزيد من التعنت. لاحظنا في الأول الإقبال على يعني الخليل من المؤسسة الأمنية أيضا كبير، فهناك استدعاءات العشرات من الشبان بعد أن تم وقوف بأجسادهم العارية أمام هذه الهجمة، إقبال على صلاة الفجر ويعني إحياء للمسجد الأقصى. هذه مبادرات يعني هي ما زالت بحاجة إلى دعم ومساندة من الموقف الرسمي الفلسطيني. لاحظنا أن الإضراب الذي شل المدينة احتجاجا على الأملاك ويعني الفلسطينية خاصة السوق القديم، السوق الخضار القديم، هذه المواقف يعني الاحتلال ينظر لها بخطورة، إذ أنه سجل في دولتين يعني الهجوم على الجنود. نعم. ينظر له بأن الأجواء العامة جربوا عن السيطرة، الخليل مقدسة للفلسطينيين والخليل ذاق الاحتلال منها سابقا الويلات في أكثر من موقف،
من عام 1929 إلى اليوم إنها بلد صعبة، خاض جولات، أكبر عمليات تصفية تمت للشبان تمت على حواجز، ومع ذلك ما زالت الخليل يعني دعاوى من القوى الشبابية والفصائل لإحياء يعني المسجد والصلاة فيها. أعتقد أن الاحتلال سيستمر وسيصاعد من هجمته، في المقابل يجب أن لا تتوقف هذه المؤازرة لسكان البلد القديمة. أشكرك جزيلا أستاذ هاني أبو السباع الباحث في الشؤون الصهيونية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. وتحول مرة أخرى إلى الأستاذ جمال العملة مدير مركز أبحاث الأراضي. كنا نتساءل عن الأهداف وتحدث في جزء منها الأستاذ هاني، وربما هناك بعض المراقبين يتحدثون عن صراع ديموغرافي يحاول الاحتلال أن يرجح كفته لصالحه. هل هذه الأهداف معقولة؟ يعني عندما يفكر الإنسان خاصة مع أهل الخليل، يعني هل ممكن فعلا أن يلجأ الناس تحت الضغط والظروف المعيشية والحياتية وكل هذه الظروف الصعبة إلى ترك منازلهم، أو يقوم الاحتلال بالسيطرة على هذه المنازل والأملاك والأراضي بفعل هذه السياسات على مدار سنوات طويلة؟ الاحتلال سيواصل محاولاته لترحيل الناس أو حصرهم في أماكن سكانية مغلقة. هم قسموا الخليل إلى كانتونات، صحيح؟ الشوارع الالتفافية والجدار مزق النسيج الاجتماعي والسكاني للخليل، واقع المستعمرات المقامة على أراضي مدينة الخليل ومحافظة الخليل هو واقع مرير، والطرق الالتفافية تجمع بينهم وتوصلهم بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، وكأن النشاز في عملية البناء هو التجمعات السكانية الفلسطينية، المدن والقرى والمخيمات ومضارب البدو، وأن الأساس الثابت هو هذا الاستيطان. هذه محاولات الاحتلال التي تتواصل وتتصاعد باستمرار، ويطلق اليمين الإسرائيلي أيدي المستوطنين طويلة في كل مكان، والجيش الإسرائيلي يقوم بحمايتهم. تذكروا أن البلدة القديمة بالخليل H2 التي تحتوي على 6 بؤر استيطانية عبارة عن حوالي 600 مستوطن فقط يسكنون، ويحتاجوا إلى حراسة من حوالي 1500 إلى 2000 جندي إسرائيلي لحراستهم، لأنهم يعيشون في أوساط مليئة بالسكان الفلسطينيين أو بالمواطنين الفلسطينيين، والطارئون هم المستوطنون الذين يحاولون استفزاز كل طفل وكل مرأة وكل شيخ يمر إلى بيته ويتحرك نحو بيته. البلدة كما قال ضيفكم هي ممزقة بالحواجز وبالإغلاقات، وللعلم هنالك 114 حاجز وإغلاق. نحن لا نعتبر البوابات هي فقط حوالي 7 بوابات التي يسمح للناس بالدخول منها على الهوية، لكن هنالك العشرات من الطرق التي أغلقت تماما، وأصبحت المدينة البلدة القديمة من الصعب التحرك فيها كما كانت سابقا. للعلم أن البلدة القديمة للخليل هي تراث إنساني، هذه المباني عمرها أكثر من 500 عام وهي تعتبر تراث إنساني. عملية هدمها، عملية الاستيلاء عليها، عملية تغيير معالمها هي أعمال غير مشروعة، ولا يجوز لا للاحتلال ولا حتى لأصحاب المساكن من تغيير شكلها. أرجو أن تبقى معي أستاذ جمال، سنعود إليك بكل تأكيد. دكتور عبد اللطيف، رغم أن هناك اتفاقات بين السلطة الفلسطينية وبين الاحتلال، واتفاق خاص بالخليل، اتفاق خاص موضعي عام 97 بهذه المدينة، لكن الاحتلال لم يلتزم بشيء وتجاوز كل هذه الخطوط ويفعل بالمدينة كل ذلك. هذا ينقلني للحديث عن دور السلطة الفلسطينية ودور الجهات الفلسطينية المختلفة، وأيضا المستوى الشعبي أو المستوى التنظيمي للحركات الفلسطينية الموجودة في مقاومة هذه الإجراءات. ليس معقولا أن يقوم الاحتلال بكل هذا والناس تتفرج يعني أو تقف مكتوفة الأيدي، وأنا أتحدث عن الكل الفلسطيني وليس عن أهل الخليل، لأن أهل الخليل لا يقصروا في حماية أملاكهم وأراضيهم وعقاراتهم.
هل هناك حراك ممكن يكون في الفترة القادمة؟ نعم، يعني للأسف منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاقية أوسلو والبروتوكول الخاص اللي تم توقيعه عام 97 والخاص بمدينة الخليل بتقسيمها إلى جزئين كما تعرفون جميعا، سعى الاحتلال ولا يزال يسعى إلى أن يستفيد من هذه البروتوكولات الموقعة بما فيها مصالحه الاستيطانية في مدينة الخليل. فمنذ توقيع هذا البروتوكول وحتى اليوم تضاعف أعداد المستوطنين الصهاينة الموجودين في مدينة الخليل. على العكس من ذلك، المساحة العمرانية للسكان الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين كما هي منذ ذلك الحين حتى اليوم، فلا يسمح لهم على سبيل المثال بأن يقيموا بنايات جديدة ولا أن يقوموا بمثلا توسع العمراني الطبيعي، هو محرم عليهم بينما هو متاح للإسرائيليين. من باب آخر أيضا، بات الاحتلال الصهيوني يسعى من خلال المستوطنات إلى ترسيخ واقع عملي لوجوده فيها تلك المناطق. نضرب مثلا على ذلك مدينة ومستوطنة كريات أربعة التي باتت اليوم تعرف بمدينة الجنوب في المستوطنات الصهيونية، اليوم تضم ما يزيد عن 35 مصنعا ضخما للحديد والنسيج، مساحتها الكلية بما يقارب من 4200 دونم. كذلك هي تضم الآن 10,000 بيت للمستوطنين الصهاينة في مدينة الخليل. رسميا وفلسطينيا اليوم الصهاينة تجاوزوا اتفاقية أوسلو بشكل كامل، ما بات يعرف بالقوات الدولية التي وجدت في مدينة الخليل وفق الاتفاق الثنائي ما بين السلطة الفلسطينية والجانب الصهيوني تجاوزه الصهاينة. تم طرد القوات الدولية المسؤولة عن حماية المدينة القديمة لمدينة الخليل وكذلك حول الحرم الإبراهيمي الشريف. من ناحية أخرى، اليوم الفلسطيني لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام هذا الامتداد الصهيوني الواسع. شعبيا يسعى الفلسطينيين بما أوتوا من قوة، هناك مسيرات شعبية وعفوية على مدار السنة بشكل شبه يومي مطالبة بأمور بسيطة للغاية، أن يتم فتح شارع الشهداء لكي يتنقل الفلسطينيين من هذا الشارع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم الشوارع الفلسطينية في مدينة الخليل وفي قلب مدينة الخليل. يطالب الفلسطينيين بأن يتم فتح محالهم التجارية المغلقة، يطالب الفلسطينيين بأن يتم طرد بعض العوائل من المستوطنين الصهاينة الذين استولوا على منازل فلسطينية في مدينة الخليل وضواحي الخليل بشكل يشبه ما يعني شريعة الغاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني فلسطينيا الكل مطالب بأن يقف اليوم جنبا إلى جنب دفاعا عن الهجمة الشرسة التي تواجه مدينة ومحافظة الخليل. منذ أسبوع رأينا وسمعنا جميعا القرار الصهيوني بإقامة ما يقارب من 30 وحدة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل. يعني الفلسطينيون مع الأسف يدفعون ثمن الصراع الداخلي الصهيوني وعجزهم عن إقامة حكومتهم بأن يتوجهوا إلى مزيد من الاستيطان ومزيد من البؤر الاستيطانية وأعداد المستوطنين على حساب المواطن الفلسطيني. نعم، اسمح لي أتوجه بسؤال أخير للأستاذ جمال. أستاذ جمال، الصهاينة يعني معروفون بالعمل بالنفس الطويل وبالهدوء وصولا إلى تحقيق أهدافهم حتى لو استغرقت عشرات السنين. مع الأسف الآن هذه الحالة التي تعيشها الخليل من الاستيطان الوحشي الذي يستشري كالسرطان في أراضي الفلسطينيين، يعني كانت قبل ذلك تلقى صدى قويا لدى الشارع الفلسطيني ثم الشارع العربي والأنظمة إلى آخره، يعني هذه المستوطنات والحواجز وإلى آخره، لكن في الفترة الأخيرة أصبح الأمر عاديا، يعني أصبح الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية والناس تمر عن هذه الموضوعات مرور الكرام. لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ أليس ممكنا بالفعل أن يكون هناك تكون هناك مقاومة بكل الوسائل ولا سيما المقاومة الشعبية تجاه هذه المستوطنات والمستوطنين لحماية الأراضي الفلسطينية؟ يعني لا نستطيع أن نقول أن الشعب في الخليل قد ترك الموضوع واستكان. حالة المقاومة هي موجودة في كل يوم وفي كل لحظة بأشكال متعددة، ولكن الشكل التقليدي الذي عرف عن الفلسطينيين في حالة الانتفاض والصدام المباشر مع الاحتلال ليل نهار، هذه بالتأكيد أحيانا ترتفع وتيرتها وأحيانا تتراجع. علينا أن نتذكر أن الاحتلال قد طال وأن الشعب هو شعب في النهاية، و
يريد أن يمارس حياته بالتعليم وبالصحة وبالصناعة والزراعة إلى آخره، لكن حالة الصراع مع الاستيطان سواء في الخليل أو في باقي محافظات الوطن هي في حالة صراع دائم، هنالك احتكاك يومي، الاحتلال يحاول وشعبنا يحاول وهو صامد. علينا أن نتذكر أن شعبنا قد تضاعف سكانه حوالي 4 أضعاف منذ عام 67 حتى اليوم. نعم. أو المواطنين. أن أيضاً أن مساحات الأراضي المزروعة بالرغم من كل المصادرات أنها تتصاعد عند الفلسطينيين، لأن الفلسطيني أصبح يحول الصخر إلى أرض زراعية. أصبحت الصناعة أيضاً تتطور. هنالك حالة نهوض أيضاً برغم كل الاحتلال وكل قيود الاحتلال. صحيح أن هنالك عملية تكيف أحياناً مع بعض الحواجز وبعض الإجراءات، لأن الإنسان تحت الاحتلال لا يملك إلا أن يمارس حياته، ولكن ضمن الأجندة اليومية لكل فلسطيني هنالك عمليات مقارعة هذا الاحتلال. الاحتلال والمستوطنين يعيشون في ظروف غاية أيضاً في الصعوبة. نعم. هم يعيشون تحت بنادق وحراب الجيش الإسرائيلي وتحت حراستها، وبدونها لا يستطيعون التحرك قيد أنملة. هم لولا الدعم الأمريكي المطلق ولولا الصمت نعم. العالمي الذي زاد عن حده نعم. أمام هذه الجرائم لما استطاعوا أن يصمدوا أمام بلا شك. شكرا جزيلا لك أستاذ جمال العملام، مدير مركز أبحاث الأراضي، كنت معنا من مدينة الخليل، وتحية لكم ولأهل الخليل الكرام الذين يعني يواجهون سياسات المحتل بهذه البسالة. شكرا دكتور عبد اللطيف سدة، كنت معنا في هذا البرنامج أيضا. وانتقل بكم مباشرة إلى زهرة المدائن، والحديث اليوم عن مؤسسة قامت بها مجموعة من النساء المقدسيات اللواتي أبدعنا في هذا الإنتاج الذي سنشاهده الآن، فإلى هناك. أنا درست إدارة، بكالوريوس إدارة ماينر تسويق، وكتير كنت أحب التسويق، بس للأسف لسنين طويلة أنا ما اشتغلت فيه. أنا حوالي 15 سنة وأنا أشتغل بالمؤسسات الدولية اللي بتعمل قضايا التنمية المستدامة بالقدس. بعد سنوات طويلة من الشغل أنا توجهت للقطاع الخاص، حبيت أفتح مشروعي الخاص فيه يعني، فحبيت أني أفحص السوق عندنا هون وأشوف إيش الاحتياج، وكان أكتر إشي مناسب لقدراتي وللاحتياج اللي بالسوق اللي هو شركة دعاية وإعلان. وقبل سنتين إحنا أطلقنا مشروع طلة للهدايا التراثية. أنا بالنسبة لي بحبش أني أهدي هدية لحدا جاي من برا فلسطين، أهدي هدية جاية من الصين. أنا بدي أهدي هدية فلسطينية، أنا بدي أهدي درع فلسطيني معمول من خشب الزيتون أو من تطريز السيدات على إيدهم. نسبة البطالة بالقدس بين السيدات واصلة 80%، فهذا شوي كان تحدي بالنسبة لي. وأنا بآمن أنه الستات لازم يطلعوا من بيوتهم الصبح ولازم ياخدوا طاقة من برا، ولازم يجيبوا لبيوتهم طاقة وهم مروحين. دربت طاقم عندي أكثر من 15 صبية من القدس تدربوا هون واشتغلوا لسنين يعني، اشتغلوا وصاروا يعملوا هاي الشغلات وتعلموا هاي المهارات. هي بس إنه أنت تحبي الشغلة وتحبي توصليها بالطريقة اللي أنت بدك إياها. هلا الاشي كتير حلو بس بتقدر اكتر برا يعني. هدايا طلة بالذات بلشناها لكل فلسطيني بالشتات، هذا الفلسطيني اللي عايش بالشتات اللي ولاده ما ربيوا بالبلد، بعرفش الكلتشر تبعنا، بعرف شو خشب الزيتون بيعمل بالنسبة إلنا، ما بعرف شو الأمثال الشعبية، ما بعرف شو الكلمات اللي بنستخدمها بالحياة اليومية. فإحنا بلشنا نوظف هاي الشغلات في هدايا توصلوا وين ما كان، من قطر اشتروا منا، من السعودية اشتروا منا، وفي كتير مش فلسطيني اشتروا منا، عرب مش فلسطينية ولكن حبوا الهدية اللي هي من هالأرض المقدسة. توجهوا لي يهود شافوا منتجاتنا تبع الطلة بمعارض
وبصراحة كتير قتلوا حالهم إنه يشتروا منها، وأنا كتير رفضت على الصعيد الشخصي. أنا بفضل المنتج يضل عندي ولا أعطي قطعة من شجرة الزيتون لحدا يهودي عم بخلعها من أرضنا. إنك تكون فلسطيني، إنك تكون مقدسي، إنك كل يوم تمر على حاجز وتشوف جندي يحاول يذلك أو يهينك أو يرفع ضغطك، أنت كل يوم لازم تبدع، أنت لازم تعيش بالإبداع وتموت بالإبداع، لازم تكون شخص كتير فريد من نوعك ومختلف. أنا بقول لكل حدا بسمعنا، أنتوا بتقدروا تكونوا نموذج وبتقدروا تكونوا نسخة لن تتكرر. ابدعوا، اشتغلوا على حالكم، ما تنقلوا من النت تصاميم ولا تنقلوا من النت أفكار، خلي الأفكار تحاكيكم من جوا. شوفوا مجتمعكم في إيش هو بحتاج، شوفوا متطلباتنا إيش، شوفي أنت حالك كأم شو بتحتاجي، وأنا متأكدة رح تكوني مبدعة. والآن إلى ذاكرة فلسطين، حيث نتحدث اليوم عن مبعدي مرج الزهور الذين أبعدوا عام 92 و900 وألف. لا طريقة جديدة ولا حل وسط، فأنت فلسطيني مصيرك القتل أو الأسر أو التهجير إلى أي مكان غير وطنك. مبعدو مرج الزهور عام 1992. في أواخر عام 1992 قام كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعملية اختطاف لجندي إسرائيلي، واشترطت لإطلاق سراحه أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح معتقل حركة حماس وعلى رأسهم مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين، وإلا فإن كتائب عز الدين القسام ستقوم بقتل الجندي. لم تلتفت إسرائيل للتهديدات، فأعلنت كتائب القسام عن قتل الجندي الإسرائيلي لعدم قبول الحكومة الإسرائيلية لمطالب الحركة. بعد قتل الجندي الإسرائيلي اتخذت إسرائيل قراراً بتاريخ 17 من ديسمبر من عام 1992 بإبعاد كافة قادة حركة حماس وعدد من قادة حركة الجهاد الإسلامي عن فلسطين، وقامت بإبعادهم إلى الحدود اللبنانية في منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان، ومنعتهم من العودة إلى وطنهم. قام هؤلاء المبعدين بالمرابطة بمخيم العودة لإرغام سلطات الاحتلال على إرجاعهم. صدرت العديد من ردود الفعل المستنكرة لما قامت به إسرائيل من التهجير القسري لهؤلاء المبعدين، وقام مجلس الأمن بإصدار قرار يدين إسرائيل عن هذه الجريمة ويطالبها بالتكفل بإرجاع المبعدين. رفض المبعدون كافة المبادرات والحلول التي لا تتضمن عودتهم الجماعية وبسقف زمني واضح. ثبت مبعدو مرج الزهور على خيارهم المر وقرارهم الجريء في وقت كان يرى فيه آخرون أن لا سبيل لإرغام الاحتلال على إعادة أي مبعد إلى وطنه، لكن الاحتلال رضخ في نهاية المطاف وأعاد جميع المبعدين على دفعتين، وكانت تلك أولى محطات انتصار حماس على كيان الاحتلال. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج من فلسطين عبر قناة الرافدين. شكرا لكم لحسن المتابعة. هذه تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.